استقبل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد 22 سيارة محملة بالمواد الغذائية من صندوق تحيا مصر ضمن أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، حيث تحتوي على المواد الغذائية ولحوم الدواجن والبطاطين. بنبدأ اليوم بخير على أهلي في محافظة أسيوط. الخير ده متمثل في مساعدات بتقدمها الدولة للمناطق الأكثر احتياجا. هناك قافلات متعددة، يمكن ده جزء بسيط من اللي موجود، الجزء الثاني موجود في منطقة أخرى علشان هينزل بعد كده بعد هذا اللقاء، بيستهدف زي ما قلت المناطق الأكثر احتياجا. النهاردة يا فندم بصدد وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية. طبعا يا فندم ده في إطار توجيهات فخامة الرئيس الوصول لأهالينا للتغلب على برد الشتاء والتغلب على وصول ودعم أسرنا في محافظة أسيوط بالكامل. حجم القافلة يا فندم اللي وصلت أسيوط أكثر من 100,000 كيس دواجن، 10,000 كرتونه غذائيه، 4,500 بطانيه. طبعا يا فندم احنا بنوزع المواد الغذائيه والبطاطين بتعاون مع الجمعيات الاهليه ومنظمات العمل المدني.